متابعين ماروك أطلس سبور داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، كنقول لكم السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا العدد الرياضي الإخباري اللي غادي نطرقوا فيه آخر أخبار ومستجدات فريق الرجاء البيضاوي. وكنتمنى منكم كالعادة دعمونا بالضغط على زر الإعجاب مع التعليق على الفيديو والاشتراك في القناة، وما تنسوش أنكم تشاهدوا الفيديو من الأول حتى الأخير باش يوصل لعدد كبير من الرجاويين اللي مهتمين بآخر أخبار فريق الرجاء البيضاوي اللي غادي نبداوها. اللي انتصر بها فريق الرجاء البيضاوي بهدف لصفر امام نادي القنيطري. الان فريق الرجاء البيضاوي في الصف الاول مناصفه مع نادي القنيطري بسبعه ديال النقاط. فالمباراه عرفت اشراك بعض اللاعبين ديال الفريق الاول، وهذا كيتحسب المدرب ديال فريق الرجاء البيضاوي، فعكس سرو سمير اللي ما كانش كيعتمد على الفريق الاول وكيدمج دوك اللاعبين الاحتياطيين. الان المدرب البرتغالي كيدمج اللاعبين، حتى في مدرب جنائي ايضا قام بدمج اللاعبين ديال الفريق الاول اللي كيلعبوا كاحتياطيين من اجل المحافظه على التنافسيه. الهدف المباراه عرف تسجيله السوسي بضربه راسيه. المباراه نقدر نقول لكم بينات على ان الخلاصه ديالها ان مدرسه فريق الرجاء البيضاوي كتعاني في الصمت، كاين تهميش للاعبين. نقدر نقول لكم ان هذه القضيه ديال المدرسه ديال فريق الرجاء البيضاوي الاطر اللي كيشتغلوا فيها القناه ديالها كانت سباقه في انها شعلات الضوء الاحمر والنذير بان كاين اشياء غير سليمه داخل مدرسه فريق الرجاء البيضاوي. نعم كاين هناك تدخل ديال الجامعه اللي مشكوره على العمل اللي دارت ماشي غير مع فريق الرجاء البيضاوي، مع تقريبا 10 فرق من البطوله اللي غتشرف على الاكاديميه ديالهم، وهذا كيتحسب للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم لانها غتوقف يعني على تكوين داخل هذه الفرق هذو وغتراقب ايضا الاطر. فنقدر نقول لكم اكاديميه فريق الرجاء البيضاوي الان غادي ترجع لها الهيكله من جديد، لان كاين شي اطر ما كيستحقوش انهم يدربوا فريق الرجاء البيضاوي. على العموم غادي نهضروا على ايضا اللاعبين اللي شاركوا البارح من الفريق الاول. بعدي كان البارح في الطوب ديالو كان في المستوى، نقدر نقول لكم انه غادي نعتمدوا عليه في هذا الموسم هذا، خاصه كاين مباريات ماراثونيه للفريق الاول ديال فريق الرجاء البيضاوي. لكن كفريق الامل كنظن اكبر خطا غادي يديروا عادي الهلا هو انه يخلي سليماني يستمر في المهام ديالو، لانه عنده مشاكل مع اللاعبين ابرزها اللاعب انور علام. فتخيلوا معايا مشكل شخصي بين رشيد سليماني ادى الى ابعاد انور علام على المباراه ديال الرجاء ونادي القنيطري في دوري التميز. وحنا عارفين اللاعب علام هو اللي فيه شويه ديال الضو في هذيك الفرقه كامله، باش نكون واضح حنا ما كنهمشو حتى شي واحد وما كنصغرو حتى شي واحد، لكن راه شفنا المعطيات، شفنا مباراه امام العيون ديالنا، شفنا الاداء لا علاقه، شفنا المدرب انه في واحد اللحظه لعب واحد التفوق عددي وكيقول لهم رجعوا الكره للور، شفنا قنيطره دارت بريسينغ على الرجاء وهما ناقصين عدديا. فنقدر نقول لكم يعني مدرب سليماني مازال خصو يعاود يتفورما مزيان، مازال خصو يمشي يعاود يقرا، مازال خصو ماشي كنقصو منه غير انه انسان خصو يطور راسو، حيت الا بقى بحال هكا راه حنا كنلوموه من المحبه ديالنا لانه دوز كارير زوين مع فريق الرجاء البيضاوي، راه ما يمكنش انه يبقى غادي يستمر بهذه الطريقه هذه. علاش؟ على قبل دوك السنوات اللي دوزو مع فريق الرجاء البيضاوي، وعلى قبل انه كان متألق في واحد الفترة مع فريق الرجاء البيضاوي وعطى الفريق الرجاء البيضاوي، لكن كمدرب كاين علامة استفهام كبيرة. فهذا فريق الأمل، ولا قلنا فريق الأمل فكنقولوا هو الأمل ديال الفريق الأول. فميمكنش أنك تضحي بفريق الأمل، على الأقل خصو يدوز من الفئات السنية الأولى، خصو يبقى غادي بشوية بشوية من المينيم حتى الكادي وغادي طالع. راه ميمكنش انك تجيب مدرب يلا سير الكارير ديالو يلا مشى قرا تفورما وتعطيه فريق الامر، لا يمكن، راه هذا خطا جسيم في حق فريق الرجاء البيضاوي. فنقدروا نقولوا المباراه ديال امس كمعطيات نقدروا نقولوا ان المهدي المشخشخ
مستقبل ديال فريق الرجاء البيضاوي. نقدروا نقولوا انه احسن من العراسي. سعيد فريد نقدروا نقولوا انه خصو مازال الخدمه عليهم، هو اللي جينا نقارنوه مع البيب فهو احسن من البيب. انور علام للاسف ما تعطاتوش البارح الفرصه باش يلعب. اما الحارس الزوبير فهو كان مزيان، خاصو غير شويه ديال الخدمه. نقدروا نقولوا فريق الامل خاصو مازال العمل كبير باش انك تستغل اللاعبين، خاصه انك مقبل انك غدير فريق الرديف ديال فريق الرجاء البيضاوي او الرجاء البيضاوي حرف باء، فخاص تخدم على هذه المعطيات هذه. راه ما يمكنش انك تجيب لاعبين ديال الامل وتطلعهم نيشا الفريق الاول بدون اي هيكله، بدون اي معطيات، بدون اي دراسه، فغير كتجي وكتعطي كتطلع وكتسمي بانك طلعتي ولاد المدرسه. ولاد المدرسه اللي ما كانوش غيعطيو الفريق الرجاء البيضاوي بلا ما تطلعهم، هذا كرأي شخصي هذا، لان فريق الرديف ديال فريق الرجاء البيضاوي او فريق الامل ديال فريق الرجاء البيضاوي حاليا خاصو اطور حقيقيه، ماشي خاصو ناس يلاه كياخذوا الاكسبيريونس من في التدريب. ميمكنش اصاحبي، هذه هي القضيه اللي ما نحملوش المسؤوليه العادل هذا، لان رشيد سليماني كان في الفتره ديال البودريقه، ولكن اللي غنحملوا المسؤوليه انه في المستقبل القريب انه ما خصوش يبقى سليماني على العارضه ديال التدريب ديال فريق الامل. بكل نهضروا بكل صراحه، خاص فريق الامل خصو مدرب بالقيمه ديال فريق الرجاء البيضاوي، مدرب اللي كيامن بالشباب، مدرب اللي كيطور الاداء ديال الشباب، خاصو موعد بدني. موعد بدني نقدر نقول لك بنويس بن منيس قام بواحد العمل جبار الموسم الماضي، علاش؟ حيت رفع المستوى البدني لكل لاعبين بدون استثناء، والفريق الموسم الماضي راه لاحظتوها ما كانش كيتاثر بالاصابات، وهادشي راه راجع بالاساس الى الدور ديال المعد البدني التونسي بن ونيس، لان جل اللاعبين قدموا مستوى كبير خصوصا يعني في الموسم الماضي من جاء عمر بن ونيس، اللاعبين كتحس بهم انهم اللياقه البدنيه تطوروا عليها. داكشي علاش انا كنت كنقول عمر ونيس كان على الاقل اداره فريق الرجاء البيضاوي يضغطوا عليه ويشدوه صحه، حتى ولا كان غيربطوه يربطوه بصراحه باش نسميو الاسماء المسميات ديالها، لان كفاءه مثل عمر ونيس ما كانش على تخرج من فريق الرجاء البيضاوي باش نكونوا صريحين. ديك القضيه ديال انه يربطوه كتعبير مجازي باش تفهموا شنو القصد ديالي، لان بحال عمر ونيس كنتي غتعطيه فريق الامل كل على لياقه المهنه لسنه سنتين غيطلع لك لاعبين واجدين في اللياقه البدنيه، لياقه بدنيه عاليه مع مدرب يكون عنده مدرب كف. راه تخيل معايا راه انك راه من هنا لسنتين ما غتحتاج دير انتدابات، غتكون مطلع فرقه حاطه صافي فرقه واجده غتحطها في الفريق الاول. ف كنتمنى من المسؤولين ديال فريق الرجاء البيضاوي يربطوا الاتصال مره اخرى بعمر والنيس ويعرضوا عليه هذه المهام ديال انه يكون معد البدني ديال فريق الرديف او الفريق الامل، باش ان على الاقل تنحطوا الراجل المناسب في المكان المناسب. انا دابا كنتسائل واش فريق الامل ديال فريق الرجاء البيضاوي واش عنده معد بدني؟ جاوبونا الدراري الله يحفظكم، واش فريق الامل ديال فريق الرجاء البيضاوي عنده معد بدني؟ واش فريق الامل ديال فريق الرجاء البيضاوي عنده مساعد مدرب؟ الله يحفظكم لما جاوبوني، لان شفنا سليماني وقيله هو اللي فيه معد بدني وفي مساعد المدرب حيت ما بين البونتوش خاوي. الله يحفظكم الدراري اللي ما جاوبوني، لان هذا الشيء هذا راه خاصنا ندقوا فيه مزيان. واش فريق الامل عنده معد بدني؟ واش فريق الامل عنده معالج بدني؟ واش فريق الامل عنده مساعد مدرب؟ ندوزو الاخبار ديال بلقشور. فنقدروا نقولوا حنا كرجاوي ان كنشكروا عبد السلام بلقشور على انه حدث هذا الدوري ديال التمييز، علاش؟ لانه غادي يسمح لفريق الرجاء البيضاوي باش يشرك بعض اللاعبين اللي كيلعبوا احتياطيين باش يحافظوا على التنافسيه، وايضا غادي يكتشف فيه المستوى اللي خلينا نكتشفوا فيه المستوى ديال المدرسه ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي كانوا فيها مخبين وما كناش كنعرفوا النيفو ديال اللاعبين. الامل الان عرى الواقع ديال فريق الرجاء البيضاوي وبين بان تكوين فريق الرجاء البيضاوي تحدث فيه اشياء خطيره جدا،
كنشوفوا اللاعبين اللي كيستحقوا يلعبوا ما كيلعبوش، واللاعبين اللي ما كيستحقوش يلعبوا كيلعبوا، وهذا خطأ، وهذا خطأ كبير وخطير جدا. ف عبد السلام بلقشور باش نكونوا صريحين كيقوم بواحد العمل كبير، لا من ناحية ديال السير ديال البطولة، لا من ناحية ديال إحداث دوري التمييز. فالحملة اللي كتدار ضده حملة لا علاقة لها، فقط أن جمهور الوداد بغاو يعينوا أي تمنى باش يرجعوا لواحد العهد ديال سعد الناصري. ولكن نتوما عارفين سعد الناصري فاش كان في العصبة وكان رئيس العصبة كان دير ما بغى في العصبة، وكان كيلعب الوداد وقت اللي بغاو، وكانوا أخطاء تحكيمية لصالح الوداد. جاب القشور حيد عليه هذه القضية هذه ورجع الأمور، أعطى واحد العدالة كروية لكاع الفرق ديال البطولة الاحترافية. فالمحامي ديال عبد السلام بلقشور غادي يوضع شكاية لدى النيابة العامة ضد مجموعة من الأشخاص محسومين على جمهور ديال فريق الوداد البيضاوي اللي داروا حملة مجهولة المصدر وغير معروفة من الجهات التي اللي كتمول هذه الحملة هذه من أجل تشويه ديال كرة القدم المغربية. فهذه الحملة هذه اللي دارت على بلقشور، ف بلقشور غادي يلتجأ القادة وغادي تفتح تحقيق، وغادي نعرفوا من هنا لقدام شكون السبب لأنه اللي خلى هذه الصفحات الودادية كدير هذه الحملة المغرضة ضد أحد رجالات اللي طوروا البطولة الاحترافية وكان عندهم واحد دور كبير في التقدم ديال البطولة وأيضا المنتوج الكروي المغربي. فاحنا عارفين أن جمهور الوداد البيضاوي والناس المحسومة على الوداد باغين يحيدوا بالقشور وغيعينوا أوتوماتيكمو هشام أيس منا. علاش؟ لأن الصورة أمامكم الآن كتشوفوا، نهار كان سعيد الناصري رئيس ديال العصبة، شوفوا التدخلات اللي كانت ضد اللاعبين الخصوم، هذه ضد سليم اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي، داودي كان شف لي على وجهه وما خدا حتى شي بطاقة. تخيلوا معايا انه كانوا اللاعبين ديال الوداد كانوا كيصلخوا اللاعبين ديال اي فريق من بينهم الرجاء البيضاوي، ففي الديربيات كانت تدخلات خشنة ضد اللاعبين فريق الرجاء البيضاوي، وما كانش الاربيط كيعطي شي عقوبة انضباطية او اي شيء. علامة استفهام كبيرة جدا كانت انذاك العهد ديال سعد الناصري ما غاديش يرجع، هذا العهد ديال العدالة الكروية، العهد ديال اللي عنده غادي ينتصر واللي ما عندوش ما غينتصرش، واللي عنده غادي يستمر في البطولة واللي ما عندوش يحيد داك التوني ويمشي في حالاته، لأن البطولة خص المنتوج ديالها يزيد يتطور ويتطور أكثر وأكثر. وحنا شفنا أن من مسك بلقشور الرئاسة ديال العصبة شفنا كان تطور ملحوظ في البطولة، شفنا برمجة عادلة بين الفرق كاملين، شفنا شحال من حاجة وصبحت مقبولة، ما بقاش رجاء البيضاوي كيشتكي من البرمجة، ما بقى حتى شي حاجة، الفرق كاملين ما كيشتكيوش من البرمجة. فهذا عمل كبير كيتحسب لبلقشور، عكس العهد ديال او الولايه ديال سعيد الناصري الرئيس السابق لفريق الوداد البيضاوي اللي كان كيلعب الرجاء مع الثلاثه ديال العشيه الدراري. تخيلوا معايا الارشيف راه باقي وكان كيلعب الرجاء مع الثلاثه ديال العشيه، واش نتوما كتقبلوا هذا الولد عليه يرجع مع هشام ايت منا؟ الى رجع فتخيلوا معايا ان الرجاء غتولي تلعب مع 12 ماشي مع الثلاثه، لانه هشام ايت منا كنعرفوا عنده واحد الحقد الدافين على فريق الرجاء البيضاوي، وانا ضد التعيين هشام ايت منا كرئيس للعصبة، لأن كانت التعيين ديالو كرئيس للعصبة غادي يكون الولاية ديالو فاشلة بكل المقاييس. على العموم غندوزو أخبار ديال فريق الرجاء البيضاوي من الناحية ديال التدريب ديال الفريق الأول. فهذه صورة ديال التدريب في الأكاديمية ديال فريق الرجاء البيضاوي، المدرب البرتغالي سابينيتو بعد إشرافه على الحصتين التدريبيتين طلب من المعد البدني ان اللاعبين فريق الرجاء البيضاوي يديروا واحد الاختبار بدني ديال اختبار القوه البدنيه، فباش تعرفوا الان المدرب باغي يوقف بشكل حقيقي على اللياقه البدنيه ديال اللاعبين كاملين باش يحاول يعرف كيفاش يتعامل مع المنسوب البدني
ديال الفريق ككل، يعرف كيفاش انه يدرس يدير دراسه شامله على جميع اللاعبين الان اللي كاينين في فريق الرجاء البيضاوي، يقوم بواحد العمل كيفاش غادي يساير ما بين المسيره ديال البطوله وما بين ايضا ديال كاس السيميوز وايضا ديال العصبه وكاس العرب اللي جاي من بعد. فخاص يكون هادو اللاعبين واجدين بدنيا، لان من هنا القدام غادي يكون مباريات ماراطونيه، والرجاء البيضاوي غتولي تلعب مباراتين في الاسبوع، هذا شيء طبيعي. خص يكون خاص اي لاعبين ديال اي فريق يولفوا هذا الريتم هذا، علاش؟ لانك فريق محترف خاصك تكون دائما دير في بالك انك غتلعب جوج مباريات في الاسبوع. مباراه واحده في الاسبوع هذا كان في العهد القديم ما بقاش، الان الكره تطورات وخاص ان اي فريق يكون عنده معد بدني اللي يقدر يرفع المنسوب البدني ديال اللاعبين كاملين. ف كنعتبروا هذا عمل كبير كيقوم به المدرب البرتغالي من اجل الوقوف على حقيقه ديال اللياقه البدنيه ديال كل اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي. بعيدا عن النتائج ديال الرجاء البيضاوي غنهضروا الان على عادل هاله. فمنذ قدوم بكل صراحة المكتب ديال بودريقة سنة 2023 كتحس به التسيير ديالو كيسيرو كمؤسسة باحترافية كبيرة، من ناحية ديال الأموال، من ناحية جلب المستشهرين. فهذا اللي نقدروا نقولوه، هذا هو المعسكر العلم وهذا هو معسكر المال اللي خلينا أننا نساو داك المعسكر اللي داز ديال شحال هادي ديال الأقزام اللي غرقوا فريق الرجاء البيضاوي في ليتيج. باش نكونوا واقعيين، المكسب ديال الاقزام غرق فريق الرجاء البيضاوي في ليتيج، ومازال الرجاء البيضاوي لحد الان كيدفع الثمن ديال هذا المكسب ديال الاقزام اللي جا لفريق الرجاء البيضاوي وهرس الكارير ديال فريق الرجاء البيضاوي. فمكتب ديال محفوظ للاسف كان من افشل المكاتب اللي مرت على فريق الرجاء البيضاوي، لانه بالفتره ديالو كان ليتيج كثيره على فريق الرجاء البيضاوي، مازال لحد الان فريق الرجاء البيضاوي كيدفع الثمن ديالو. الان نقدروا نقولوا عادل هاله بعد ما حسم الامر ديال المدرب والطاقم التقني وايضا الامر ديال المستشهرين الان اللي كيجلف فيهم اشهار وراء اشهار وشركه وراء شركه، الان قام الى الخطوه المقبله وهي تجديد العقود ديال اللاعبين اللي غينتهي العقود ديالهم نهايه ديال الموسم الحالي، ولعلهم وابرزهم هو اللاعب الجزائري يسري بوزوق. فرسميا الرجاء البيضاوي بقياده الرئيس عادل هاله دخل في مفاوضات نقدر نقولوا متقدمه مع الوكيل الاعمال ديال يسري بوزوق. الان ماشي غير يسري بوزوق، فغيدخل مع اللاعبين كاملين باش انهم يجددوا العقود ديالهم مع فريق الرجاء البيضاوي. احنا عارفين ان فريق الرجاء البيضاوي الان كيحاول يحافظ على الركائز، رغم ان هذا الموسم نقدروا نقولوا حافظ على الركائز وما نجحش في الحفاظ عليهم 100%، لان مشى قدام كان تاثير كبير على فريق الرجاء البيضاوي. الان عادل هاله كيخدم على هذا الشق، هذا لا الشق ديال المستشارين وجلب السيوله الماديه ولا الشق ديال تجديد العقود اللاعبين. اما بخصوص المستشار اللي دار اتفاقية مع فريق الرجاء البيضاوي وصبح كيخرج مشروب باسم فريق الرجاء البيضاوي او بالشعار ديال فريق الرجاء البيضاوي، فهذا المشروب هذا عرف مداخيل قياسية جدا. تخيلوا معايا مسؤولين ديال هذه الشركة تفاجؤوا بالمداخيل اللي دخلت بسبب هذا المشروب هذا، بسبب انهم استغلوا العلامة التجارية ديال فريق الرجاء البيضاوي، خلاو ان عدد من الشركات كتفتح باب مفاوضات مع الرجاء البيضاوي من اجل الاستغلال ديال العلامه التجاريه ديال فريق الرجاء البيضاوي في الشركه ديالها او في الكوميرس ديالهم مع المواطن المغربي. فلقاو ان هذه الشركه هذه ان الناس بواحد النسبه كبيره ولاو كيشريو هذا المنتوج هذا، ماشي حبا في المشروب لكن كحب لفريق الرجاء البيضاوي، كناس كينتميو لفريق الرجاء البيضاوي كقاعده جماهيريه كبيره جدا.
انها كتنتمي لهذا الكيان ديال فريق الرجاء البيضاوي، كتنتمي لفريق الرجاء البيضاوي، كتحب فريق الرجاء البيضاوي. فهم الان اي حاجه نقدروا نقولوا فيها اسم او شعار فريق الرجاء البيضاوي اصبحت مقبوله من طرف عدد كبير من الناس اللي عندهم انتماء. فهذا الشيء الى دل فغيدل على ان مهنا المستقبل قريب، غادي نوليو نشوفوا شركات اخرى كتحط المنتوج ديالها في الاسواق المغربيه وكتوضع الشعار ديال فريق الرجاء البيضاوي، وهذا الشيء غادي يخلي الرجاء البيضاوي انها غتستافد من واحد السيوله ماديه كبيره اللي غادي تقدر ان فريق الرجاء البيضاوي السنه القادمه ان شاء الله غدير واحد ديبار زوين، غادي يكون ان شاء الله زيرو ليتيج عند فريق الرجاء البيضاوي الا بقاو غادي بهذه السياسه هذه. على العموم هذا الشيء اللي كاين في اخر اخبار فريق الرجاء البيضاوي. كنشكركم على المتابعه ديالكم، كنتمنى منكم كالعاده ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب مع التعليق على الفيديو، تعطونا الاراء ديالكم، والناس اللي ما مشتركينش في القناه يشاركوا معنا. شكرا لكم والى اللقاء.